وصل ليه مع بقى القيد كده في الفريق الاول، بتلعب على طول ضربه المرمى باسم الطيب، لعبها وحش ايمن حواش، خطيره للنادي الاهلي، جول جول يا ولد يا احمد يا حسن، يا ولد يا احمد يا حسن، يا ولد يا محمد يا فضل، حلوه حلوه حلوه، وادي اللعبه على الاخطاء وخبره لعيبه النادي الاهلي احمد حسن، وخطا لا يغتفر من مدافعي نادي اتحاد نبروه، يستغلها بخبرته احمد بعرضيه، محمد فضل قال دي ما ترجعش يا جدعان، ويحطها مره واحده الهدف الاول للنادي الاهلي مع الدقيقه 28 بعرضيه احمد حسن الرائعه، والاستغلال الامثل لاخطاء المدافعين ايمن حواش، انما يا راجل ده اسمه كلام، ومحمد فضل يعني النهارده اتحاد نبروه الخطا بدون على طول امام نجوم النادي الاهلي، عملها حلوه لمحمد فضل ببطن رجله زي ما الكتاب بيقول من مره واحده، ما كانش عدل نفسه باسم الطيب حارس المرمى عشان يضع النادي الاهلي لاتحاد نبروه عشان يترجموا واقع الاداء الهجومي، المره دي على ايمن البعيد، محمد فضل، محمد فضل، فضل فضل فضل، الجول الثاني للنادي الاهلي، مش ممكن يا فضل، يا ولد يا لعيب حطها في المقص ايه؟ حلوه حلوه حلوه، انما كان ردها له احمد حسن، هنشوف من على الايمن البعيد ولا مين اللي قطع على الايمن البعيد، الهدف الثاني للنادي الاهلي مع الدقيقه 54، والضربات الركنيه عملت مشكله لدفاعات فريق اتحاد نبروه، كتر كده يا جماعه الضغط يولد الاخطاء، وضربتين في اقل من دقيقه وادت عملت احمد حسن هو اللي ردها فعلا، ومحمد فضل بوش رجله يا ولد يا لعيب في المقص الشمال لمرمى باسم الطيب، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه عشان يسجل اول هدفين في بطوله كاس مصر للنادي الاهلي في بطوله 2010، محمد فضل صاحب الاربع اهداف في دوري 2009-2010 ويكمل مسيرته مع النادي الاهلي بشكل خطال، ابو تريكه، ابو تريكه يرجع بيها لورا، حلوه النقله، علاء شعبان في الجبهه اليمين حطها تاني لاحمد علي، ممكن علي يلعب العرضيه ولا يسدد، قفلت عليه، ملوش حل غير العرضيه، الجون الثالث يا ولد يا شكري، الجون الثالث احمد علي عملها ايه؟ طلقه بالعرض ويطلع باسم الطيب اول مره، انما احمد شكري بدماغه الهدف اهو يا جماعه، لما بتطاوع بتطاوع، احمد شكري يا دوبك واقف في مكانه والجون جاي له بيقول له حطني جوه الشبكه يا شكري، وفعلا الهدف الثالث للنادي الاهلي، وهدف احمد شكري الاول عشان يسجل مع النادي الاهلي في الثلاث بطولات هذا الموسم اللي خاضهم سواء دوري ابطال افريقيا او الدوري العام، والنهارده بيسجل في بطوله كاس مصر، احمد شكري صاحب الثلاثيه للنادي الاهلي في الثلاث بطولات، ادي احمد علي بعرضيه حلوه، باسم الطيب طلع انما ما كانتش بالقوه المطلوبه ان هو يحطها بره ال 18، يصطادها شكري بهدف ثالث للنادي الاهلي مع الدقيقه 75، ثلاثه للاهلي لا شيء لاتحاد نبروه، ورايح له محمد ابو تريكه وعلاء